وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو ائتلاف النصر حمزة الحردان. بداية أهلا ومرحبا بك، يعني أنتم في ائتلاف النصر، هل يعني ما مصير الطعون التي قدمتموها للمفوضية؟ هل ستكتفون فقط بالمحطات المطعون فيها أم ما زلتم تطالبون بعد جميع المحطات يدويا؟ بداية تحية لكم سيدي الكريم وللسادة مشاهدي قناة يوب تي في الكرام. حقيقة يعني تعلم جيدا موقفنا منذ البداية في ائتلاف النصر، شددنا على أن تكون هناك إجراءات حقيقية وشفافة من قبل الأخوة في مفوضية من أجل الخروج من هذه الأزمة الحالية التي يعني أدخلتنا بها الإرباك، أو الذي أدخلنا بها إرباك عمل المفوضية وآلية التعامل مع الإعلان النتائج واستقبال الطعون. كل هذه الإرباكات حقيقة يعني جاءت بعد إجراءات المفوضية، لذلك حتى اليوم استمرار العدوى الفرز اليدوي للمحطات المطعون بها حقيقة يعني لن يكون ذات طابع، خلينا نكون واقعيين، مرضي لجميع المعترضين على نتائج الانتخابات. لذلك مطلبنا كان واضح منذ البداية أن نذهب إلى العدو والفرز اليدوي الشامل من أجل أن يعني ننهي هذه الجدلية على الساحة اليوم ونمضي لعملية تشكيل حكومة، لأن في على يعني ما تقوم به المفوضية اليوم وإجراءاتها من عدو وفرز للمحطات المطعوم بها حقيقة يعني نحن نشيد بالإجراءات التي تقوم بها المفوضية، ولكن من أجل أن تكون هناك عملية مرضية لجميع الأطراف ويعني للخروج من الأزمة الحالية والمأزق الحالي، عليك أن تذهب بالنهاية إلى عد وفرز يدوي لجميع المحطات من أجل أن تنهي جميع الشكوك سواء كانت من ائتلاف النصر أو من الكتل المعترضة الأخرى. طيب نعم. أيضا سيد حمزة، يعني خبراء القانون يقولون يعني بأن تراجع قوى كبيرة وأحزاب في الانتخابات الأخيرة يعود إلى يعني عدم فهمهم لقانون الانتخابات الجديد. هل يعني فعلا مثلا تقديم مرشحين كثر في الدائرة الواحدة؟ كيف تقرؤون ذلك؟ نعم نعم، يعني حقيقة هذا القانون ربما هو قانون أو فعلا هو قانون جديد على كل القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وتعلم جيدا أن الكتل السياسية تختلف من حيث الممثلين وتختلف من حيث التوزيع الجغرافي للمؤيدين وأيضا يعني أماكن تواجد أنصار هذه الكتل السياسية. فيعني بعض الأحزاب كقوة تحالف قوى الدولة وائتلاف النصر يعني حصلنا على نتائج طيبة، يعني حصلنا على قرابة 400 ألف أو صوت، هذا يعني لا يجعلنا بعيدين جدا عن الكتل الفائزة في الانتخابات أو عفوا التي حصلت على عدد مقاعد كبير في مجلس النواب. هذا الأمر بالتأكيد يعني السبب هو القانون الجديد والتوزيع الجديد للدوائر المتعددة وأيضا آلية التعامل مع توزيع المرشحين للكتل والأحزاب داخل الدوائر الانتخابية، لكن حقيقة بالنسبة لنا يعني هذا لم يكن هو السبب الوحيد للنتيجة التي حصلنا عليها. لدينا مؤشرات كثيرة ذكرناها حول عمل المفوضية، حول الخروقات التي صاحبت يوم الاقتراع، حول آلية إعلان النتائج، كل كثيرة هي الملاحظات. يعني جنابك والسادة المشاهدين أيضا قد اطلعوا على البيان الذي خرج من تحالف قوى الدولة وائتلاف النصر حول النقاط الثمانية التي قمنا ب يعني تسليمها إلى رئاسة مجلس القضاء وإلى رئاسة الجمهورية وحتى إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق. وضحنا أن هناك إشكالات حقيقية ومؤشرات على هنا وجود خلل في عمل مفوضية في يوم الاقتراع، فيعني ننتظر حتى هذه اللحظة الرد من الجهات التي يعني استلمت هذه الرسالة وننتظر الأيام القادمة. لكن بالنهاية يعني نحن داخل عملية سياسية، داخل تنافس سياسي، العملية الديمقراطية بالنهاية أكيد سوف تفرز لك متصدرا للمشهد. طيب. ولحين يعني مجيء كل هذه اللحظات وحتى لو بقيت النتائج لما هي عليه، يعني حتى بعد إعلان النهائية منها، يعني هل سيستمر الإطار برفض النتائج وبالتالي يعني ذهاب الشارع إلى المزيد من الضغط أم بالعكس إلى التهدئة مثلا؟ يعني نطمح إلى أن يكون هناك جو هادئ وجو مناسب لتشكيل حكومة. حقيقة نعي جيدا أن الوضع في العراق اليوم لا يحتمل أي
احتقان سياسي لا يحتمل أي انسداد سياسي آخر. لا نريد أن نكرر تجربة عام 2019 بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، وكان من الصعب جدا ولادة حكومة قبل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. ذلك السيناريو يعني بدأ الآن يتكرر، لكن بشكل آخر، إلا وهو موضوع نتائج الانتخابات وليس من سيقوم بتشكيل الحكومة المرحلة القادمة. نعي أننا لو لم نذهب إلى حل لجميع الخلافات على الساحة اليوم وحل إشكالية الاعتراض على نتائج الانتخابات، لا سامح الله سوف نذهب إلى ربما ندخل بأزمة أخرى ليست على الصعيد فقط السياسي، ربما تنعكس على الصعيد الأمني والاقتصادي والخدمي أيضا. فبالنهاية سواء تغيرت النتيجة أم لم تتغير، الأهم هو كيف أن نخرج من هذه الأزمة، وكيف تشكل حكومة بإمكانها أن تدير البلاد يعني على دراية حقيقية في كيفية إدارة الملفات جميعها، وكيف تكون حكومة بعيدة عن هذا الجو الحزبي والجو التنافس الغير سليم الذي طيب يحصل على الساحة اليوم. باختصار شديد سيد حمزة، يعني فيما يخص تقريب مسارات بين المسارات بين الكتلة الصدرية والإطار، إلى أين وصلت يعني هذه المساعي، وهل نحن أمام يعني حكومة توافقية أم أغلبية؟ باختصار لو سمحت. يعني حقيقة هم الأخوة في التيار الصدري كانوا جزء من الإطار التنسيقي الشيعي، والإطار التنسيقي هو ليس جبهة سياسية أو تحالف سياسي من أجل أن يقوم التيار الصدري بالتقارب منه، هو مجرد إطار يناقش عمل أو الأوضاع السياسية على الساحة اليوم. فنعم التغريدات الأخيرة للسيد مقتدي الصدر يعني نوعا ما تغيرت عن الخطابات التي كنا نسمعها في بداية إعلان النتائج، وهذا يعني أننا ربما سوف نكون يعني ذاهبين إلى توافق أو شبه توافق ما بين الأطراف التي فازت بالانتخابات وحتى الأطراف المعترضة. عضو ائتلاف النصر حمزة الحردان، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.